بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من خلال متابعتي في عالم كره القدم كده بدات الاحظ ان القرارات العظيمه اللي بتنتج عليها لحظات تاريخيه دايما بتكون فيها شويه حظ وفيها شويه صدف كده. يعني مثلا اخر مثال عندنا كان بايرن ميونخ في الكره الاوروبيه. بايرن ميونخ لما راح جابها هانز فليك، الناس كلها ما كانتش عارفه مين هانز فليك، الناس كلها كانت مستغربه من التعيين ده وازاي جايبين هانز فليك والفرقه ما جابتش صفقات كتير، الفرقه ما عملتش مراجعات عظيم، فجاه هانز فليك خد دوري ابطال اوروبا، فجاه العالم كله بقى بيقول ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه يا معلم الكره الجميله اللي بايرن ميونخ بيقدمها ده؟ هانز فليك ده راجل عظيم يستاهل تدريب المنتخب الالماني. الله بجد والله، المدرب اللي كان جاي بالصدفه يمسك بايرن ميونخ دلوقتي بقى يستحق ان هو يدرب المنتخب الالماني خرفا لواكيم لوف. الناس كلها بتقول لك الالمان مدرسه معروفه بالاداره، ايه ده جايبين مدرب كان اندر ريتد؟ اه والله ما اه كان مساعد لواكيم لوف والكلام ده، بس ما كانش فيها اي حد متوقع نجاح الباير اللي الراجل حققه مع بايرن ميونخ والراجل مسك المنتخب الالماني. عندنا في مصر مثلا تجربه ابو كريم كابتن حسن شحاته، لما اتحاد الكره المصري قرر ان هو يجيب كابتن حسن شحاته علشان خاطر يدير منتخب مصر او يدرب منتخب مصر، مفيش اي حد وقتها كان متوقع ان كابتن حسن شحاته هياخد 3 افريقيا، ومع ذلك الراجل كان بيتحارب جوه من الاعلام المحلي وكان بيتحارب كتير جدا، كان بيتم التقليل من كابتن حسن شحاته. انجازات عظيمه كابتن حسن شحاته عملها بعديه لما مشي اتحاد الكره بسم الله ما شاء الله عمال ياخد شويه قرارات غريبة جدا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله محدش عارف امتى هنرجع للطريق الصحيح، والطريق الصحيح اللي انا شايفينه وكل الناس شايفاه مدير فني وطني زي كابتن حسام حسن يقدر ان هو يرجع لك الامور لنصابها، بس ما دخلش في شغله، ده اللي احنا شايفينه. في الجزائر بقى كان عندهم مشاكل كتير، اه والله كان عندهم مشاكل كتير قوي، يعني محمد الوراوة كان جايب رابح ماجر والدنيا كانت ضرب على الاخر، ورابح ماجر كان عنده مشاكل مع اللعيبه وكان في مشاكل كبيره جدا في الفرقه، رغم ان كان فيها محترفين كتير. ووقتها قرر اتحاد الكوره ان هو يمشي رابح ماجر بعد الحاجات اللي حصلت، وبعد ما الفرقه بسم الله ما شاء الله لوشت في افريقيا ولوشت في كاس العالم، خلاص قال له شكرا جزيلا ليك، مش هنكرر التجربه دي تاني، احنا هنرجع وحيد كلوزيتش. اه والله بجد، اول خيار كان لاتحاد الكره الجزائري بكره السيد خير الدين زاتشي كان وحيد خليل، بس خليل زيتشي قال لك لا، المنتخب بيعاني من مشاكل وبيعاني من ازمات، فلا لا لا الكره الجزائريه محتاجه وقت لتطويرها، لا انا مش جاي، انا انتظروني انا مش جاي. طب نجيب مين؟ نجيب مين؟ نجيب مين؟ جمهور بالمدى اهو 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 لسه بتحيل قطر اهو، هاتوه هاتوه هاتوه، راجل عنده حماس وراجل مسيرته في قطر بتقول ان هو لو جه هنا هيقدر يعمل حاجه، هاتوه. الحاجه الجزائريه قال لك طب ما نجيب بالماضي، بيحسب قرار جماهيري ولو فشل يبقى الجمهور هو اللي كان سبب في القرار ده، بقى احنا ما كنا السبب في اي حاجه، والجمهور عايز بالماضي نجيب بالماضي. بالماضي جه فجاه اللعيبه اللي كان عندها مشاكل مع رابح ماجر قبليه فجاه بالماضي عرف يسيطر على غرف الملابس، بالماضي كلاعب كوره سابق ولسه مبطل كوره لان هو كان ماسك ساعتها وهو عنده 42 سنه، يعني كان لسه حاجه سنه قريب من لعيبه كتير، فكان عارف كويس قوي يا حبيب اللعيبه فيه، كان عارف يسيطر عليهم، كان عارف كويس يدي لهم افكاره الفنيه، كان عارف يدي لهم افكاره الوطنيه ان احنا ما ينفعش نخسر عشان خاطر لازم يكون عندنا روح وقلب وحماس واداره للمواقف اللي فيها مشاكل. بالماضي عرف يدير كل ده برغم ان بالماضي بيتحارب، اه والله بالماضي بيتحارب رغم ان هو غير الكره الجزائريه، بس لحد دلوقتي لسه بيتحارب، اه والله بجد لسه بيتحارب حرب كبيره جدا من الصحافه والاعلام هناك، كل شويه تلاقيهم واحد اثنين ثلاثه في مشكله هنا في مشكله هنا، بالماضي بيعمل ما تهدى على الراجل شويه، الراجل جايب لك كاس الامم الافريقيه، الراجل بالفريق المحلي تحت قيادته وقياده مجيد بوجره الفريق المحلي قدر ان هو يروح يجيب لك كاس العرب، انت عايز ايه تاني من بالماضي؟ معرفش. احنا بقى وتونس، احنا وتونس لسه مستمرين بنفس القصه، يعني تونس عندهم مشاكل كتير، يعني اتكلمنا في حته وديع الجريء وعلاقته بمنذر الكبير اللي خلته يجي يمسك منتخب التونسي، واحنا عندنا بسم الله ما شاء الله كابتن شوقي غريب كل شويه فاضي وقاعد يكلم هنا بوريدا عايز امسك منتخب، تعال امسك منتخب اولمبي، تعال امسك منتخب اول، تعال انا ايه اللي هو بسم الله ما شاء الله، طول ما احنا ماشيين بالعك ده هنلبس في الحيط. هو العك كان ايجابي لما بتروح تاخد قرارات بالصدفه وبالحظ وبتيجي تنجح، مفيش حد في الوطن العربي يقدر يقول لك ان انا خدت قرار مدروس وهو اللي نجح المنتخب. انا لا اتوقع ان اي حد في الاتحاد الجزائري يطلع لك ان احنا كنا متوقعين الطفره اللي هيعملها بالماضي دي، ما اتوقعش بصراحه، يعني اي حد فيما هيقول اي حاجه اعمل لي على طول منشن وقول له تعالى في حد قال هنا حاجه، لان انا بصراحه مش متوقع اي حاجه. اقم معاه لعيبه محترفين واقم معاه جيل عظيم بس الجيل ده قبليه كان مع رابح ماجر بالظبط، هو نفس اللعيبه تيبيكال، بس الفرق ان ده راح جاب لعيبه واعطاهم افكاره هو، وده كان رايح جايب لعيبه بيتعامل معاهم من فوق ان انا رابح ماجر وانتوا يلا يا معلم هتتعلموا مني وانتوا انا وقفت على الخط هنا قيمه وقامه.
برضه نفس الكلام اللي لسه موجود عندنا في مصر. كابتن حسام بدري كان جاي وقفت على الخط هنا تخوف اي حد، وقفت على الخط هنا انا جاي هنا اكسر الدنيا، انا جاي هنا اعمل، انا جاي اسوي، وفي الاخر ما خدش اي حاجه وصلت فلوس. فانا اتمنى الحظ والصدف اللي في القرارات الاداريه دي يوصل عندنا مصر، لان احنا بقى مستنيين كده وقاعدين متنشقين على الحظ والصدف دي. اللهم صدفه ما خير من الف ميعاد تعدي كده، وجيب لنا مدير فني محترم يدير منتخب مصر ويرجعنا بدل ما احنا قاعدين في الحاله المنيله ب 60 من اللي احنا موجودين عليها في الكره المصريه. اللهم صدفه جميله تخلي منتخب تونس يجيب مدرب محترم غير السيد منزل البير. اللهم صدفه جميله تخلي الاتحاد المغربي يحس كده ان وحيد خرزوتش مش هو المدير الفني اللي عليه العين والنني، ومش هو المدير الفني اللي هيرجع المنتخب المغربي، وان المدرب الوطني اي حسين عموته هو اللي ممكن يقدر يرجع المنتخب المغربي تاني لمنصات التتويج. اتمنى ان الفيديو يكون خفيف ولطيف كده وظريف، ولو عجبك اعمل لايك، ولو ما عجبكش في الحالتين فبراحتك برو، كويس انك كملت معانا لحد دلوقتي.